Ensuite, on a l'engagement des ADAC. ADAC, c'est un moyen lourd. Il prend jusqu'à 12 000 litres. وليت تبسها تشهد تنظيم تمرين تطبيقي خاص بمكافحة حرائق الغابات. التمرين هو دولي وجهوي مشترك بين الجزائر وتونس الشقيقة خاص بمكافحة حرائق الغابات. طبعا هذا التمرين يعرف اللي في سيناريو هو اندلاع حريق على مستوى بلدية البكارية اللي يعرف تطور رهيب ما يطلب تدخل يعني على المستوى المحلي يعني دعم من الولايات المجاورة وتفعيل مخطط تنظيم النجدة بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجزائر وتونس في إطار الحماية المدنية. نشاركوا مع الشقاء الجزائريين في تمرين هدايا وصبحوا تمارين أخرى وإن شاء الله في المستقبل زادة كبير باش نواصلوا التمارين وكذلك نواصلوا التدخل المشترك ومساندة بعضنا البعض.